Would you support them for a Nobel Peace Prize? Who? The White Helmets. Well, what did they achieve in Syria? إذا ما بتعرف أنا بقول لك. القبعات البيضاء طلعوا 62 ألف مدني أحياء من تحت الأنقاض. بتعرف أي أنقاض؟ أنقاض براميلك. إيه براميلك؟ يلي قتلت 145 واحد منهم. وحذرك، شو كانوا عم يعملوا؟ عم ينقذوا المدنيين يلي نزلت عليهم براميلك. What did they achieve in Syria? أنت شو يلي عملته؟ شو يلي عملته بسوريا؟ القاتل ما بحسن يعطي شهادة إنسانية، شهادة إنسانية. طبعاً هذا السؤال موجه للصحفي يلي عم ياخد رأي قاتل بمسألة إنسانية ومو أي قاتل. القبعات البيضاء قصة ومو أي قصة، ولأنه القصة شراكة شاركها وشاركهم.